كما كتشاهدوا الخوت هذا العود تبارك الله كيركب العصربات المقدم ميكائيل العلاوي اللي متواجد الان في مهرجان بورحمه ولد بوريده تبارك الله. وانتم تبارك الله بخير. دابا كما كتشاهدوا الخوت كيشدوا بثو باش يعوم مع الخيل، هانتوما اجواء ديال العوم في الموسم. غيعوموا ان شاء الله. وانتم الخيل كتعوم. هنا كنتواجدوا في مهرجان بورحمة. وانتم الخوت تبارك الله بخير. تبارك الله.